السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات الان عرفت الله. بس قبل ما نبتدي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموني عشان القناة تستمر، والقناة مش ممكن هتستمر غير بدعمكم انتوا بس. فلو عجبكم المحتوى ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، مش عجبكم خلاص ما تشتركوش. بس اذا عجبك المحتوى ما تبخلش عليا بالاشتراك من غير رغي كتير. يلا بينا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اعجاز علمي جديد موجود في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى بليغ جدا 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 في تفصيلاته وتشبيهاته وذكره لأشياء معينة بعينها في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للمشركين بضعف عقيدتهم وشبههم ببيوت العنكبوت، والآية اللي جاية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. وصف ربنا سبحانه وتعالى المشركين بضعف عقيدتهم زي بيت العنكبوت، انه هش وضعيف. وكان السؤال المحير هنا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار العنكبوت بالذات؟ اغلب المفسرين زي ابن كثير والقرطبي وابن القيم وغيرهم قالوا وصفوا تفسير الايه ديت، قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى اختار بيت العنكبوت لانه ضعيف وهش من الناحية المادية، وتفسيرهم صحيح. ولكن تعالوا نشوف بقى الاكتشافات العلمية اللي اكتشفوها بعد مئات السنين من التفسير ده. أولا الخيوط اللي بيتنسج بيها بيت العنكبوت أقوى من الفولاذ، ده أول اكتشاف علمي، قوية جدا جدا وبتصمد في مواجهة الرياح والأمطار والعواصف العاتية، قوية جدا بالنسبة لحجمه وحجم الفرايس اللي في محيطه. بالنسبة للركن المعنوي ففي تفسير بقى هز العالم كله، قالك ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف بيت العنكبوت ما وصفوش بس من الركن المادي وانه ضعيف، ولكن وصفه كمان انه اوهن البيوت من الركن المعنوي. ولان اي بيت مكون من اسرة بيبقى قائم على المودة والرحمة الا بيت العنكبوت، فانثى العنكبوت بتبقى اكبر حجما من الذكر واشرس منه واقوى منه، بمجرد ما الذكر بيلقحها بتقتله وتفترسه وتتغذى عليه، وبتفضل تتغذى عليه طول الفترة اللي هي حامل فيها لغاية لما تلقح البويضات. مش بس كده، ده كمان بتفضل موجودة جوه البيت بتاعها وما بتحاولش لا تصطاد ولا تروح في حتة، لان هي خلاص قتلت جوزها وبتتغذى عليه، قتلت الذكر بتاعها وبتتغذى عليه. كمان الافراد او الاطفال لما بيبداوا يتشكلوا ويتكونوا ويخرجوا من البيض بتاعهم بيبداوا يقتلوا في بعض، الاخ بيقتل اخوه والاخت بتقتل اختها والبقاء بيبقى الاقوى وبس، بيقتلوا بعضهم وبيتغذوا على بعضهم لغايه لما تفضل سلاله هم اقوى مجموعه من الاخوه. بيبدا تكون الام ضعفت وقتها لان بيكون الغذاء بتاعها خلص، فبيقتلوا امهم وبيتغذوا عليها وبتبدأ دورتهم مع ذكريات مؤلمة جدا من الفردية والأنانية وحب الذات. وهو ده الوصف المعنوي اللي مش من المفروض ان تكون قائمة عليه أسرة، لان الأسرة بتبقى قائمة على المودة والرحمة، كل واحد بيشارك التاني مسؤولياته ومهامه عشان الحياة تستمر، كل واحد بيبذل أقصى مجهوده عشان يرضي التاني، وهو ده
الطبيعي والسائد في مملكة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل العنكبوت بالذات وبالتحديد، وهو ده الركن المعنوي. الاكتشاف ده هز الأوساط العلمية وكان بمثابة الصدمة، وهنا أدركنا إن آية واحدة بس في القرآن كفيلة إن هي تشير إلى أكثر من 1000 حقيقة علمية. القرآن مش كتاب علم، ولو القرآن كتاب علم ما كانش في أي مبنى في العالم مهما كان ضخم ممكن يستوعب القرآن، كان هيبقى كتاب حجمه ضخم ومرعب وكبير جدا، مفيش أي مبنى في العالم ممكن يستحمله. ولكن إشارة واحدة بس الكتاب بيشيرها ممكن يشير لأكتر من 1000 حقيقة ومسألة علمية. عشان كده بنقول إن القرآن مش كتاب علم، القرآن كتاب علامات وإشارات. لغاية هنا بنكون حلقتنا خلصت. ياريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة، ويا رب المحتوى يعجبكم. كان معكم ممدوح المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.